مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو اليوم كيكه بالماندالين كنتمنى تعجبكم وتجربوها الموسم ديال الماندالين قرب ينتهي كنتمنى تستغلوه وتجربوها ما غاديش ندموا عليها ان شاء الله غتعجبوا وليداتكم غتعجب الضيوف ديالكم جربوها وما غاديش تندموا عليها غادي نحتاجو المقادير ديالنا غادي نحتاجو جوج مندالينات اللي غتكون القشره ديالهم رقيقه الماندالين اختاروا اللي غتكون فيه القشره رقيقه لان هذه الكيكه كنستعملوا فيها القشره ديال الماندالين. كان كنحتاجوا جوج بيضات كنحتاجوا جوج خمارات من وزن سبعة غرام مجموع 14 غرام قبصة, قبصه الملح كاس سنيده كاس زيت والماندالين يكون مغسول هاد الماندالينات تغسليهم وتنشفيهم مزيان باش نقطعوهم ونستعملهم بالقشره ديالهم كنحتاجو الكوك للتزيين كنحتاجو حامضه اختياريه اللي كيحب نسمع المذاق ديال ديال الحامض غنحتاجو قشره ديالها وثلاثه المعالق ديال العصير ديالها عندنا جوج كؤوس ونصف ديال الدقيق مضبوطين غادي نحتاجو جوج مندالينات كبار عصير ديالهم وملعقة كبيرة ديال سنيدة غادي نوضعوهم فوق النار عشرة دقائق حتى يصبح سيرو وغادي نصبوه على الكيكة ديالنا من بعد ما طيب هادو هما المقادير شي حاجة اللي بسيطة نبداو في طريقة التحضير غادي نقطعو الماندالين ديالنا قطع صغيره باش اه يدوزوا لنا في الخلاط الكهربائي وغادي نزولو لهم هادك القشره البيضه وكنقطعوهم هكا قطع صغيره كنستمروا تنقطعوا كل شيء وكنجيبوا الخلاط كنوضعوا فيه القطع ديالنا كنضيفوا عليهم آه الكاس ديال الزيت وكنضيفوا آه كاس ديال السنيده هذه المرحله الاولى وقبصه الملح كندوروا الخلاط حتى نخلطوا هذا الخليط آه آه مزيان وهالنتيجة النتيجه اللي كنحصلوا عليها من بعد ما طحناه مزيان كندوزوا المرحلة الثانيه غادي نضيفوا البيض جوج بيضات ونعاودوا ندوروا الخلاط كنخلطوا هكا حتى كنحصلوا على خليط كنجيبوا الاناء اللي غادي نستعملوا فيه المكونات المتبقية غنصبو فيه الخليط اللي حصلنا عليه كنصبوه هكا كامل كنضيفو الدقيق كاس الاول وكنضيفو الكاس الثاني وكنخلطو بالخلاط اليدوي هكا كنخلطو مزيان حتى كنحصلو على هاد العجينه هكا كنضيفو آه نصف كاس اللي بقى اللي باقي آه الخميره بالنسبه للبنات اللي آه ما غيحبوش آه يضيفو آه الحامض غادي غادي تستعملو آه جوج كيسان وربع ديال الدقيق فقط آه والحامض هو اللي غادي يزيد يرجع لينا العجينه تبقى رخوه صافي وكنحصلوا على هاد النتيجه كنصبوها في المول ديالنا اللي اللي رشيناه بالدقيق وصافي كنشعلوا الفران مده وربعين دقيقه كنحصلوا على الكيكه ديالنا محمره كنصبوا عليها هاد السيرو ديالنا كنثقبوها هكا تقيبات و كنصبو على هاد العصير و تندهنوها هكا مزيان حتى تشرب لينا هذاك العصير كتولي لامعه وكتولي كتولي اه كي يزيدها مذاق رائع والمرحله النهائيه كنزينوها هكا بالكوك صافي وهذه هي النتيجة النهائية اللي ما كيبغيش الكوك غادي يستعمل آه رقائق اللوز وكتجي رائعة بارك الله وشيشة. كنت آه من تبارك الله والديدة وهشيشة كنتمنى تجربوها ما غاديش تندموا عليها وغادي نقطعو قطعة باش نشوفوا الشكل ديالها من الداخل كتجي تبارك الله الطبعه كتجي اللون ديالها كيجي برتقالي كتجي هكا مذهبه كنتمنى تعجبكم هذه هي الكيكه ديالنا ديال اليوم اللي شي حاجه اللي سهله آه، آه، بسيطه آه، غير مكلفه كنتمنى تعجبكم و... ويعجبكم لي فيديو ديالي وما تنساوش تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا لكم البنات وإلى فيديو قادم إن شاء الله